بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. أول أكو بلومو سنة 2022، 24 نوفمبر. اليوم 24 نوفمبر 2022، يعني لي شيو كيكونوا في شهر واحد. وديما راه حنا كنهضروا على الماستيف كنقولوا ديما لي شيو راه كيكونوا في شهر واحد. يجي عندك شي واحد يقول لك في شهر خمسة عندي شيو ديال الماستيف دو تيبيت، ضربوا بيه للراس. غير كنضحكوا. المهم هاد السلاله راه كتولد مره واحده. هادي هي الوقيته فاش كي يعني لي فيمال ديالهم كيجيهم كتجيهم لا شالور، يعني الوقت ديال التزاوج ديالهم كتكون فهاد شهر 11، شهر 10، شهر 11، الاول تاع شهر 12. لي شيو كيكونوا اما في النص تاع شهر 1، الاخر تاع شهر 1، فهمتي؟ على حسب يعني امتى تكوبلا. ودابا هاد الكلبه هادي كتجي على شالور شويه بكري. كاينين واحد جوجات اخرين كيتعطلوا شويه تال يعني تال نصف شهر 12 عاد، ولا الاول ديال شهر 12 عاد كتجيهم لا شالور. اوسيون هي لا فيمال. ها هي الماء، اللهم بارك. شو الراس قداش وبيليكس، اللهم بارك. ان شاء الله لي شيو غادي يكونوا في شهر واحد. مرحبا بالجميع العشاق ديال الدوغ دو تيبيت، الماستيف التيبيتي، وبالعربية كيتسمى الدرواس التيبيتي، الكلاب الصينية، كلب الأسد. واش تما أوبيليكس، اللهم بارك، اللهم بارك، الله يسخر.